السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم التعامل مع منصة فاير بيز السحابية. والنهاردة هنكمل كلامنا عن الاوثنتيكيشن، بس النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة، هو ازاي نعمل سيفينج لكل الداتا الباقية من اليوزر اللي عملنا له اوثنتيكيشن في الحلقات اللي فاتت، فخليكوا معنا. في الحلقة ديت عملت تصميم كده بسيط في تكست بلاي تكست او تكست فيو وباتون سيف وصورة اللي هو اليوزر دوت وتكست هنا الديسبلاي اي حاجة ماشي. انا كنت مصمم الشاشة دي من فترة، بس احنا نبدأ بقى نستخدمها في ايه، في السيستم بتاعنا. فهنيجي هنا للبروفايل اكتيفيتي ماشي، ونبدا نضيف ايه الكومبوننت اللي جوه الشاشه ديت. عندنا زي الايمج فيو والايديت تكست فيو، هنا ايمج فيو ماشي، وهنسميه هنا ده ايمج فيو، وهنا التكست والايديت تكست فيو، نقول هنا ايديت تكست تمام كده اهوت، نقفل ده كده اوكي. وهنبدا انيشالايز الحاجات ديت ماشي، ونحط هنا ايديت تكست فيو ماشي، هنقول هنا هيساوي الايديت تكست. طبعا احنا قلنا لو انت فيرجن قديمه بس هتستخدم الكاستنج، لكن لو انت بتستخدم فيرجن جديده مش محتاج تستخدم الكاستنج. فهنقول هنا فايند فيو باي اي دي ماشي، ونقول هنا r.id.editText تقريبا editText display name، والimage view هيساوي find view by id، والداتا بتاعنا تبقى r.id.image view تمام كده اهوت. وانا بقى عاوزه يخليه ان هو لما يدوس على الايمج فيو دوت مثلا يخليه سيلكت ايمج، بحيث ان انا ايه اعمل صوره ليه بروفايل، اخليه يرفع الصوره بتاعته بتاعت البروفايل بتاعه ويغيرها. فنقول ان ايمج فيو دوت سيت اون كليك ليسنر، وهنا هنحط له الليسنر بتاعنا نيو اون كليك ليسنر، وبكده نقدر نتحكم في الكليك للايمج فيو لما يضغط ايه عليه في الواجهه بتاعتنا. وممكن كمان بقى للسيف اقوم جاي اعمل هنا فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت الباتون سيف ماشي دوت سيت اون كليك ليسنر نيو اون كليك ليسنر، كده اخدت الايه السيفنج بتاع الايه الباتون سيف، وايه يعني زي ما بتقول كده عملت انيشالايز لكل الكومبوننت ايه اللي على الواجهه بتاعتي. طيب انا عشان اخليه هنا لما لو رجعنا هنا للاكتيفيتي بروفايل خليه يدوس على علامه الكاميرا ديت ويختار مثلا ايمج من الايمجز اللي في الفوم بتاعته متسجله ماشي، لازم اعمل له حاجه اسمها الايمج شوزر. فعشان نعمل الايمج شوزر ده محتاجين نعمل بقى ميثود هنا برايفت فويد، وهنقول هنا شو ايمجز اوكي، وهاجي هنا هعمل انتنت، والانتنت دوت هيبقى نوع انتنت هيساوي نيو intent، وهنا الانتنت هنقول ان هو بيتست تايب، والتايب بتاعه هنحط هنا علامتين تنصيص ونقول هنا ايمج سلاش ستار عشان نعرفه ان هو بيدور على الايمجز ماشي. وبعد كده هنا الانتنت دوت سيت اكشن، وهنقول هنا انتنت دوت اكشن جيت كونتنت، اكشن هتلاقي فيه هنا جيت كونتنت
جيت كونتنت تمام كده اهوت. وبعد كده هنعمل بقى ستارت اكتيفيتي بس فور ريزالت. ستارت اكتيفيتي بس انا عايز هنا فور ريزالت ايون كده. وده هياخد اول حاجه هنا الانتنت بتاعي، هنقول له هنا دوت كرييت شوزر، الشوزر اللي انا كنت قلت لكم عليه. والشوزر دوت هياخد هنا الانتنت بتاعنا مع التايتل بتاعه. مثلا هنقول هنا سيلكت بروفايل بيكتشر اوكي. وهناخد بقى هنا البارامتر الثاني للستارت اكتيفيتي فور ريزالت، وهندخل فيه كونستانت ماشي. فهنسميه مثلا هنعمل هنا كونستانت شوز ايمج. وهنا لو وقفنا عليه كده هيقترح عليا على طول ان انا اكريت كلاس او مور اكشن كريت. لو عاوز كريت كلاس، لا مش هعمل كريت كلاس، انا عاوز اكريت كونستانت. فهاجي هنا كده هقول هنا برايفت ستاتيك فاينل وانت، واسميه اللي هو شوز ايمج، واديله رقم 101 مثلا. وبكده يبقى هو دوت اهوت شوز ايمج. سوري دي مش دوت، دي كوما. تمام كده اهوت، تمام كده اهوت. ممكن اخد بقى بعد كده الميثود ديت واعمل لها كول في الاون كليك بتاع الايمج فيو. بس كده انا فتحت التشوزر، انا عاوز اخليه بقى يختار من التشوزر دوت. فهوفر رايد ميثود ثانيه اللي هي اون اكتيفيتي ريزالت ماشي، وعامل هنا جنريت اوفرود اوفررايد ميثود. وهختار هنا اون اكتيفيتي ريزلت اهوت، اون اكتيفيتي ريزلت اهوت. فهنا بقى اصبح عندي ان لما الاكتيفيتي يعمل ريزلت بيرجع النتيجه هنا اهو. نيجي بقى نقول له نتاكد من الايمج بتاعتنا ان هو فعلا نفس التشوزر بتاعنا ونفس الاكتيفيتي دوت بتاعنا. فهنختار هنا الشوزر نمبر اللي احنا حطيناه في كونستانت هنا، وده عشان كده حطينا الرقم ده في كونستانت هنا. قلت لكم هو اي نمبر مش مشكله ماشي. هنقول هنا اف الريكوست كود هيساوي الشوزر نمبر شوزر ايمج اللي هو 101 ماشي، اند الريكوست كود بقى هيساوي يساوي ريزلت دوت اوكي. ريزلت اوكي ماشي، وده كونستانت ثابت في السيستم عموما مش انا اللي بضيفه ماشي، عشان يتاكد ان العمليه راجعه باوكي. وكمان هنقول له هنا ان ايه الداتا لا تساوي نال. ساعتها بقى تنفذ لي الريزلت بتاع ايه بتاع الاكتيفيتي. ويعني كمان مفروض ان انا اقول له هنا والديتا دوت جيت داتا، عشان احنا الايمج بتاعتنا هتبقى جوه جيت داتا دوت لا يساوي نال ماشي. لازم اقول له كده كمان عشان اجيب الداتا. اوبس ايه ده، ده دوت ايه ده، ده لا ده المفروض يبقى الريزلت كود الريكوست كود هنا اهوت كود شوزن اللي هو بيجي من هنا دوت، والريزلت كود اللي هو بي اوكي ان انا اخترت خلاص صوره من الصور مش اديته كانسل ماشي، لان ممكن يختار وممكن ما يختارش. وفي هنا الداتا بنال والجيت داتا لا يساوي ايه نال. لو الاثنين دولت ماشي بيساوي دي، يعني لو كل القيم دي صحيحه هيبدا ياخد ايه اليو ار اي بتاع ايه بتاع الايمج. فاحنا نخزنه في اوبجكت يو ار اي URI ماشي. وال URI ده مثلا نسميه URI بروفايل، URI بروفايل ايمج اوكي. ونبدا نخزنه بقى في ال URI بروفايل. هنقول هنا URI بروفايل ايمج هيساوي داتا دوت جيت داتا. تمام كده. عاوزين بقى بعد ما خدنا الايمج بتاعتنا في ال URI بروفايل ايمج ديت ان احنا نخلي الايمج دي بتاعتنا تظهر في السيستم بتاعنا في الايمج فيو بتاعنا. فالاول ان احنا ندخلها جوه اوبجكت بيت ماب، لو ان احنا ندخلها جوه اوبجكت نوعه بيت ماب ماشي. والبيت ماب دوت هنسميه بيت ماب هيساوي ميديا ستور
ميديا ستور دوت دوت ايمجز دوت ميديا دوت جيت بيت ماب جيت بيت ماب، وهنستخدم جيت كونتنت ريزولفت ريزولفر ماشي، واليو ار اي بتاعتنا يو ار اي بروفايل ايمج، وندوس انتر. هو هنا هيعترض غالبا، محتاج تراي كاتش اهوت، دي من الحالات اللي لازم طالما اتكتبت لازم تحطها في تراي كاتش بلوك، وكده تمام. بعد كده نيجي هنا نعمل هنا الايمج فيو دوت سيت ايمج بيت ماب ماشي، ونحط هنا ايه البيت ماب بتاعتنا، وبكده لو اختار صوره من الصور اللي في الجالري هتظهر له في الصوره اللي المكان اللي هو اختاره. الايمج ده هيشتغل ولا لا؟ فهندوس رن للتطبيق بتاعنا. اول ما نشتغل نجرب كده الدخول aagg.com، ونجرب الباسورد 123456، وندوس لوجن. دخل نشوف كده الصور اهو، جاب لي صوره من الصور اللي موجوده. طبعا هو في الغالب هيطلع لك بقيه الصور اللي في الديفايس، بس انا عشان حاطط صوره واحده بس هنختار الصوره اهو. تمام شغال زي الفل. واحنا محتاجين بقى نعمل سيف للصوره ديت في الستور، وسيف كمان للاسم بتاعه لبقيه البيانات بتاعه اليوزر دوت، عشان خاطر ايه يعرف يسجلها في الداتابيز بتاع الفاير بيز. في الحلقه الجايه هنتعلم ازاي بعد ما اخترنا صوره واخترنا عملنا بروفايل اليوزر دوت، ان هو يعمل سيف لنفسه هنا، وبكده يبقى هو يسجل كل بياناته، مش بس بياناته الشخصيه كلها بما فيهم الصوره بتاعته، مش بس ايه اليوزر نيم والباسورد بتاعه. والى هنا بتنتهي حلقه النهارده، ويا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، واتمنى الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى لجميع التوفيق. كان معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في الحلقه القادمه.